رجعنا لكم بتاعي من جديد في فير بلاي، ونبداو في استقبال اول ضيوفنا. هو لاعب سابق للسي اس اس نسيم هنيد، لاعب ايك اثينا اليوناني. كما قلت في التقديم في اول حوار، نسيم منذ تقريبا انتقاله لليونان ما خرجش في حتى وسيله اعلاميه، فضل التكتم، فضل انه يبقى يخدم في صمت. سالني عن النقطه هذه وبعد جاوبنا نسيم. اخبار ايضا راجت في المده الاخيره حول امكانيه مغادره نسيم للفريق اليوناني. ماهوش متقلق شويه من الوضعيه اللي هو فيها نسيم اليوم، اعتباره ماهوش قاعد يلعب برشا، اكيد عنده طموحات باش يمشي لبعيد من خلال عمل حتى في حياه ماليه. نسيم بالانطلاق لاوروبا الفريق اليوناني هذا على حساب انه يمشي للخليج، كان طموحاته ان يكون ياخذ طونجو اكثر، خاصه انه لعب في بعض المقابلات وعمل رونتمون متميز. نسيم على كل هذا اكثر تسمعوه في الحوار المسجل التالي مع اللاعب السابق للسي اس اس، لاعب ايك اثينا، حاليا لاعب المنتخب الوطني التونسي ايضا، نسيم هنيد. فير بلاي. باهي نسيم، اول سؤال حنسالك انا، علاش ملي مشيت لليونان ظهر لي خيرت تقعد في صمت تخدم غادي، ما تكلمت في حتى وسيله اعلام، ما عرفتش حتى في تفاصيل الانتقال نتاعك، الاهداف نتاعك، قعدت ساكت ما تكلمتش بالكل معناها. والله شوف انا معناتها ما خرجتش برشا، شوف معناتها اذا كان خرجت باش احكي في بلاصه، او معناتها باش توضح حاجه ولا باش فهمت. واحد اللي مادام وصل لهنا فهمت لازم ديما يخدم كما قلت لك في كامب، فهمت باش ما يعرف ما ياثرش على روحه وما ياثرش على حاجات اخرى، فهمت كما قلت لك باش نوضح حاجه ولا باش فهمت من الواحد ديما يخدم على روحه كما قلت انت في كامب. باه احكي لنا خويا شنو امورك غادي، كيفاش قيت الجو اول مره تلعب انت ظهري البرا، اول اكسبيريونس ليك خارج تونس، احكي لنا كيفاش قيت لومبيونس، الانتيغراسيون نتاعك كيفاش كانت. اربع شهور ابارمون عندك توا هكا مش غلطه. اي اربع شهور وتشوف معناتها انت واحد معناتها باش يخرج من تونس يمشي لبلاصه اخرى غريبه مع بلد اخرين مع لغه اخرى مع فهمت، خاطر تفرق مش كيف كيف مش بالسهل معناتها فهمت. انا معناتها كيما نقولوا ما دخلت في الجو ودخلت معناتها حتى بحكم لغتهم، معناتها لغتهم صعيبه فهمت، معناتها تحكي معاهم باللونجليك وعندهم لغتهم فهمت، ما كنت تدخل في لازم تعمل هكا، ما كانش معناتها انت باش توصل مع عباد اخرين لازم تدخل في الجو معاهم وفهمت ما تحصلش معناتها صحيح حكم كيما قلت لك اللغه معناتها فرق كبير فهمت. تعبتك؟ اما لا والله لا معناتها عادي عندي انا يعني كيما قلت لك خاطر هما لغتهم باللغه نتاعهم يحكي وعندهم لغه اخرى معناتها ثانيه كيما يقولوا الانجلي فهمت. فهمتك. كان احكي معاهم تسلك امورك تسلك امورك بالانجلي انت تسلك امورك تشوف. باهي خلينا نتمنى على صحتك الساعة بعد الكورونا نسيم، طمنا على صحتك لاباس، شنو امورك تو كيفاش تعديت هالبريود هذيك وحدك سيرتو؟ والله البريود عادية معناتها مش كيما واحد في تونس معناتها بحذا كيما نقولوا بحذا اهله وناسه في تونس تغرب فهمت معناتها كورونا ووحده في الدار وجمعة فهمت، ما واحد يصبر كيما قلت يصبر والحمد لله كي تعدد والحمد لله واحد رجع يترينا ورجع خير. خليت لك مخالفات ولا التريبيان تعديتها؟ لا تعديت يعني كيما قلت لك عندي ترقد معناتها انا البريود اللي مرضت فيها معناتها فماش عرق فماش حاجات فهمت، لكن كيما قلت لك حاجات هذو معناتها يخليك تزيد تخدم اكثر تولي اقوى من اللي كنت. جايتك في وقت خايب ذا اللي مع العوده للمنتخب نسيم. ايه تنجم تقول معناتها نشوف واحد باش يدخل معناتها في حكم ربي تنجم تكون حاجه خير معناتها جايتك فهمت، واحد صحيح يقول معناتها منتخب ويمشي باش ما فهمت، اما نكتب ربي هذاك هو واحد كيما قلت ديما يخدم وديما يقعد صابر على الحاجات هذم وقدره ربي فما كان الخير. المنتخب نسيم ظهر الدعوه موتيفاسيون اللي كنت شحكي معك المدرب منذ الكبير نسيم. والله شوف معناتها واحد يحترم الاطار الفني الكل، انا نخدم على روحي معناتها اذا كان وجه لي المدرب دعوه نجي نقوم بالواجب فهمت، وكما قلت لك نحترم كل واحد ديما يخدم على روحه وان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله. باهي نسيم توا منذ على نهارين تقريبا انتشر الاخبار نتاع تحب تغادر الكيب نتاعك، وكانت واضحه لنا من عندك انت شنو الحكايه بالضبط.
والله شوف، هي واحد معناتها انت باش تعمل اوبجيكتيف تحب توصل معناتها اللي في مخك انت، فهمت؟ خاطر اللي في مخي انا ما نجم يعرفه حد، معناتها انت حاط حاجه في مخك اوبجيكتيف تحب توصل له، فهمت؟ اللي هو مسيش باين عليه. لا انت حاط اوبجيكتيف في مخك مثلا تحب توصل للحاجه بعيده بينك وبين روحك، معناها هاي صحيت تحب توصل للحاجه هذيك. اذا كان ما تحبش توصل راك ما تعملش التضحيات هذه الكل باش تجي تلعب في اوروبا، فهمت؟ معناتها لازمك تضحي ولازمك معناتها تشوف معناتها واحد مش قادر يكور ومش قادر يلعب، معناتها واحد يمشي يلعب معناتها فهمت ويزيد يحسن من روحه اكثر واكثر، فهمت؟ تقلقت شويه من السيتواسيون هذه ما تلعب انا ليه نسيم؟ والله شوف واحد ما تقلقش من خدمته، فهمت؟ هذه خدمه واحد يخدم فيها، الحاجه اللي معناتها اللي تفرحك زيد قوي كي واحد ديما يخدم على روحه، معناتها انا ما نقلقش من خدمة، فهمت؟ كيما قلت لك هذه واحد خدمته، انا ديما نخدم على روحي، معناتها كيما جاتني الفرصه مره الاولى وجاتني الفرصه مره ثانيه وجاتني الثالثه، فهمت؟ معناتها لازمك تكون حاضر وفهمت باش تجيك الفرصه تعرف كيفاش تشتغل. هو ما نعرفش ظهر لي صحيح، قول انت صحيح ولا لا، ما نعرفش كان غلط اللي قلقك لعبت ماتشات كبار مع ظهر لي ماتش الدربي، ظهر لي ماتش الكبير عندهم ضد باوك كان ماهيش غلط، عملت ماتش باهي ربحته وبعد تلقى روحك من جديد في اوروبا ليج احتياطي، هكا ما هكا نسيم هذا قلقك؟ والله شوف اول حاجه الكبير ربي هذه معناتها فهمت علاش انا قلت لك معناتها واحد الحاجه فرحان به اللي قاعد يخدم على روحه، معناتها انا حاضر معناتها المدرب يلعبني لازم نكون حاضر كما قلت لك، انا عديت ماتش باهي مسيرش ماتش ثاني، وواحد ديما يصبر والاكثر الاقل معناتها بزيد ماتشات خاطر الماتشات هما اللي يحسنوا من الملاعب، فهمت؟ هذه في اي دومين معناتها انت باش تحسن من روحك لازمك تلعب برشا ماتشات باش تحسن من روحك، فهمت؟ ومره تطيح ومره تقوم وهذيك هي الحياه، معناها مش في مخك المغادره ولا حاجه تو. لا كما قلت لك انا معناتها واحد هو معناتها انت باش كما قلت لك باش تحسن من روحك، اذا كان معناتها شفت روحك ماكش باش تلعب ومره هكا ومره هكا معناتها تشوف بلاصه اخرى تمشي تلعب فيها وتحسن من روحك ملي تقعد لهنا معناتها راقد كما نقولوا، فهمت؟ وهذا حكيت فيه نتصور مع المدرب هل والمسؤولين غادي؟ والله حكيت مع المسؤولين يا خويا انا كما قلت لك انا نحب نوصل للاوبجيكتيف اللي حاجتي به انا، فهمت؟ نحب نوصل للبعيد كما نقول، اما ما تنجمش توصل لبعيد وانت ما تعمل في شيء، فهمت؟ صحيح. لازمك تمشي تلعب تمشي تكور وتمشي تحسن من روحك، معناتها اذا كان باش تقعد معناتها راقد ما تنجمش تحسن من روحك. هذه هي انا اللي حبيت. شنو كانت اجابتهم نسيم كي حكيت معاه؟ والله شوف ما فماش اجابه، انا كما قلت لك ما نستنى اجابه من حد، انا نخدم على روحي وقت تجي الفرصه اني باش نمشي نلعب ونمشي نحسن من روحي وقت. فما عروض اخرين نسيم عندك حاجات عندك؟ والله ما فما حد شيء، انا بالنسبه لي انا معناتها حتى اذا كان فما حاجه ما ومش تو، فهمت؟ باش تجيك حاجه مثلا انت مش تجيك لي انت ليك انت معناتها باش تخمم فيها والله باش هذيك، لا انا عندي يا خويا تيران وعندي خدمتي نخدم فيها، معناتها كان فما حاجه تو تجيب تبيعتها من غير ما انا نتحكم فيها، فهمت؟ خمم العوده لتونس ولا طموحك لاوروبا تو؟ والله كيما قلت لك انا هذاك علاه قلت لك الاوبجيكتيف ما تعرفوش، فهمت؟ واحد الاوبجيكتيف نتاعو اني باش يمشي يلعب في اوروبا باش يمشي يلعب في فرقه كبيره، فهمت؟ فهمت خويا، ربي يوفقك ان شاء الله بالتوفيق يا انسي ان شاء الله خويا، السلام عليكم. دونك هذا كان لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب فريق ايك اثينا اليوناني نسيم هنيد، حكى على عديد المواضيع المتعلقه بمسيرته حاليا في اليونان، اكيد نتمنى له التوفيق، مش سهل برشا صبر، لازم برشا تضحيات في اليونان في اوروبا خاصه، لازم يصبر نسيم ويستغل الفرص اللي تتاح له، ان شاء الله يعمل مسيره كبيره في اوروبا خاصه، تقريبا احسن اللاعبين المحترفين اللي خرجوا من تونس كانوا مدافعين كريم حقي عبد النور، وصلوا لعبوا في المستوى العالي، ان شاء الله نسيم يكون كيف هم ملاء احسن منهم، ان شاء الله عنده كل الامكانيات اللي تخول له باش يوصل للمستوى هذا. فاصل ثم مواصلين في فير بلاي حتى لما 3:30.